2018 لحين خروج المسلحين من عندنا في المنطقة من هون وأنا على خط جبهة. التلفزيون العربي يتقصى الآثار في حي التضامن بعدما تكشفت آثار الجريمة التي هزت العالم. تسجيلات صادمة تعرض لأول مرة ومفقودون يظهرون من وسط الحفرة. هذا وسيم أول ما شفت بنطلونه لأنه أنا لبس بنطلونه عندي. كل شيء منهجي ويتم كأنه صناعة قتل. حفرة الموت الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.